وللحديث عن محاولة قوى الإطار التنسيقي وميليشياتها العودة إلى المشهد السياسي ومنح نفسها الشرعية خلال انتخابات مجالس المحافظات وموقف الشارع من الانتخابات المقبلة، معنا من بغداد رئيس المركز الإقليمي للدراسات السياسية السيد علي الصاحب. مرحبا بك معنا. أهلا ومرحبا، حياكم الله. لماذا كل هذا الاهتمام من قوى الإطار التنسيقي والميليشيات بالانتخابات المقبلة؟ نعم، تحية مسائية لك ولجمهورك وللعراقيين جميعا. يعني قوى الإطار التنسيقي كباقي القوى المستهلكة تحاول عابثا أن تجد لها فرصة أو تجد لها نصر مزعوم من خلال ترشيحها لمجاميع منها منطوية تحت لوائها بالانتخابات، تعيد من خلاله ربما حضورها وتقنع ولو حتى نفسها بأنها لا زالت صاحبة الجلالة وصاحبة السيادة، ولكن عبثا تحاول، لأن المواطن العراقي قد سئم من هذه الوجوه القديمة بعد الفشل المتكرر من هذه القوى. كيف تحاول هذه القوى الربط بين انتخابات مجالس المحافظات والتحركات العسكرية الأمريكية في العراق وسوريا؟ تقحم نفسها بشكل أو بآخر وتحاول استثمار هذه الحالة؟ يعني أولا لازم نعرف مجالس المحافظات حلقة إدارية خدمية، هي ليست لا سياسية ولا حتى عسكرية، وبالتالي هي في مضمارها الذي نص عليه الدستور بالمادة 122 قد فشلت ذريع حتى في تقديم الخدمات، بينما المواطن ينظر إليها كأنها حلقة زائدة أو دكاكين للإقطاعية السياسية، وبالتالي لا يجوز لها أن تقحم نفسها في أمور سياسية بعيدة عن كل توجهاتها، إذا ما جعلنا أو سلمنا بأن هناك نظرية إقامة الانتخابات، ولكن كل المؤشرات والدلائل تشير على أن صعوبة إقامتها لعدة أسباب ربما نوجزها. أولاً ليضيق الوقت والمفوضية، مفوضية الانتخابات وقتها الافتراضي بقى قليلاً. ثانياً والأهم هو العزوف الجماهيري الذي يتمتع به المواطن العراقي والذي يبتعد كل البعد عن هذه الانتخابات باعتبارها كما قلت حلقة زائدة وهي لا تمثلها. نعم، كما تلاحظون قوى الإطار التنسيقي، الميليشيات، الأحزاب السياسية مصرة وترغب في الحصول على أكبر عدد من المقاعد لها في مجالس المحافظات، وكأنها تتنافس على خدمة الشعب، هكذا يعتقد البعض أو هكذا يروجون. لكن أنا أريد أن أعرف منكم، لماذا هذا الإصرار على تحصيل أكبر عدد من المقاعد بالنسبة لهم على الرغم من أنهم يستحوذون على الحكومة؟ هم يدركون تماما بأن الفشل هو حليفهم، لكن للأسف الشديد أقولها، طالما أن هذه القوى الكبيرة صاحبة الجمهور وصاحبة المال السياسي الذي يلعب دورا كبيرا، قد تستطيع من خلال قانون الانتخابي، قانون سانتياغو 1.7 الذي فصل على مقاسات هذه الكتل الكبيرة، إن أقيمت الانتخابات أنا متيقن بأنها ستفوز، لكنها لن تفوز بمودة ومحبة الشعب العراقي بقدر ما أنها ستفوز بشراء الأصوات. اليوم العراق للأسف الشديد، بل المحترك السياسي أصبح كسوق خاصة لشراء الذمم وبيع المناصب، وبالتالي من خلال المال السياسي الذي تستحوذ عليه من خلال فسادها ومن خلال استحواذها على المال العام، تستطيع من خلاله أن تشتري هذه الأصوات، لا سيما وأن لديها جيوشها الإلكترونية. ولكن كواقع حال المواطن العراقي في وادي وهذه الانتخابات وهذه الشخصيات في وادي آخر، من سيذهب إلى الانتخابات إن أقيمت لا يتعدى بحدود 10 إلى 15%، أما الأغلبية فستلتزم الصمت لأنها تنظر إلى هذه الكتل السياسية ومخرجاتها بأنها فاشلة وأنها لا تريد الخير لها، لأنها فشلت في تحقيق ولو جزء بسيط مما وعدت به في السنوات السابقة. نعم، على ذكركم لقانون الانتخابات، هل سيقدم فرصة لوصول وجوه جديدة أم سيكون في صالح هذه الأحزاب ويكرر الموجودين؟ يعني للأسف القوى الناشئة أو القوى المدنية أو حتى المستقلة فرصتها في الفوز بانتخابات مجالس المحافظات، وأنا أقولها للمرة الثالثة إنه قيمت ضئيلة جدا لعدة أسباب، لكن قد يكون لها فرصة واحدة هي في الائتلاف فيما بينها،
ولكن للأسف الخلاف واضح. العملية السياسية اليوم عملية فوضوية، عملية عبثية، لا توجد دارؤة مشتركة تجمع بين هذه القوى، ولا حتى قاسم مشترك، ولا حتى أيديولوجية خاصة تستطيع من خلالها أن تقنع الجمهور بالذهاب إلى الانتخابات. أنا من خلال محاورتي مع عدد كبير من الناس وبكل أطيافهم الشباب الكبار يقولون لا نريد الذهاب للانتخابات لأنها مجيرة لحساب الدولة، لحساب الحكومة، لحساب هذه الأحزاب، وربما يطلقون بعض المشاهدات أنه البطاقة الانتخابية يأتون إلى الدار يعطوها للمواطن من أجل حثه على الذهاب لانتخابهم، لكن البطاقة الموحدة والبطاقة التموينية المواطن العراقي يرى الأمرين حتى يستخرجها. هناك من يحاول أن يذل المواطن العراقي من خلال مراجعته لدوائر الدولة، لكن في الجانب الانتخابي هناك من يبسط الأمور. إذا العملية السياسية الشباب كشريحة من المجتمع العراقي، السؤال يدور الآن عن الشارع العراقي، هل هو متحمس؟ لديه نفس الحماسة التي تشعر بها الأحزاب لهذه الانتخابات؟ أبداً وحقك، ليس لديه حماسة ولا بنسبة 10%. الكل يتحدث بأن هذه الأموال التي ستصرف على الانتخابات لو تصرف على المؤسسة الخدمية، المؤسسة التعليمية، المؤسسة الصحية. يا سيدي العزيز، مجالس المحافظات فشلت في تقديم الخدمات، فشلت في مساعدة المواطن العراقي على أبسط مقومات الحياة، فلماذا نعيد؟ لا سيما وأن عملية إيقافها أو عملية إلغائها كانت مطالب جماهيرية كبيرة، لكن اليوم أعيدت ضمن السياق السياسي من أجل أن تستحوذ هذه الكتل الكبيرة، وربما أبرزها الإطار التنسيقي، على أكبر عدد حتى يهيمنون على الساحة السياسية، ولكنهم وأقولها وملئ نفسي ثقة عبثا يحاولون. فالمواطن العراقي قد فهم اللعبة وعرف أن ما يجري على الساحة عملية خداع وزيف وكذب تفتري هذه الكتل السياسية بوعودها. أشكرك رئيس المركز الإقليمي للدراسات السياسية من بغداد السيد علي الصاحب، شكرا لك.